شفنا طبعا عدد من الوفيات بالنسبة للأطباء أو الممرضين، ناس اللي بتساهم بشكل كبير ما بتترددش أبدا إن هي تعالج، إن هي تقف، إن هي تسند، إن هي تضحي حتى بحياتها. ولكن على الجانب الآخر شفنا تعامل مش سلبي، تعامل مش أدمي صراحة. يعني لما تحصل حالة وفاة وأهل البلد كلهم يطلعوا ويرفضوا إن الطبيبة أو الممرضة إن هي تدفن في البلد، في المقابر بتاعتهم بتاعة أهل المتوفي، عشان هي ماتت بالكورونا. ده أعتقد إن هو مش أدمي أبداً، لازم نقف وناخد بالنا، لأن ده مش صح. يعني تصرفات فيها جزء كبير جداً من عدم الوعي، ولكن في الأول وفي الآخر هو مش أدمي. يعني لما نيجي نبص للإنسانيات هو مش أدمي تماما، ولا أخلاقي ولا أدمي ولا ديني ولا أي حاجة من الأعراف تنص على ذلك. ولكن تبقى مصر بخيرها على الجانب. دي كان في شبرا بو الطبيبة اللي رفضوا، ولكن في النهاية طبعا القانون وقوات الأمن والشرطة اللي كل التحية ليهم، في النهاية تم دفن الدكتورة اللي كل التحية لروحها الشهيدة، اللي احنا زي ما نقول رسالة قوية زي ما قالت أميرة للجيش الأبيض، كل التحية ليهم بيؤدوا بأرواحهم.